استمرارا للخدمات التي تقدمها كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي للمواطنين في المحافظات المختلفة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تخفيف العبء عنهم. تواصل جمعية الأورمان فعاليات حملة طرق الأبواب التي تجوب مختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج، فيها يتم توزيع المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بإجمالي 20,500 أسرة. احنا النهاردة في قرية إدفة تتبع لمركز ومدينة سوهاج، النهاردة بنقدم لحوم مجمدة في مبادرة طرق الأبواب التي أعلنت عنها الأورمان في بداية شهر رمضان الكريم. بنستهدف 22 طن لحوم بواقع 2 كيلو للأسرة، وبنستهدف 8,000 كرتونة مواد غذائية. الفاعلية الأخيرة لحملة طرق الأبواب تم فيها توزيع طن من اللحوم بقرية نجع العرب بمركز إدفة بسوهاج، واستهدفت 500 أسرة بسيطة الحال. الحملة ومنذ انطلقت وزعت 20 طن من اللحوم ووزعت 8,000 كرتونة مواد غذائية. النهاردة مواد غذائية للأسر أولى برعاية داخل القرية. النهاردة مستهدفين 500 أسرة داخل القرية بواقع 2 كيلو لحمة مجمدة لكل أسرة. إن شاء الله بدأنا توزيع في محافظة سوهاج من بداية شهر رمضان 28 طن لحوم مجمدة داخل المحافظة داخل القرى والنجوع، وبدأنا توزيع 8,000 كرتونة مواد غذائية. إحساس جميل طبعا، وإحساس ما يتوصفش، واللي بيساعد حد ربنا بيساعده، ودي حاجه جميله طبعا، ولازم كلنا نقف جنب بعض. كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام، وبارك لنا فيهم ويخلي سيس يا رب. ربنا يخليكم، جبت لنا افطار النهارده، كل اقول يا رب خليهم لينا يا رب. لتخفيف عن المواطنين الاولى بالرعايه في الكثير من القرى، تعمل مؤسسات التحالف الوطني على تقديم مساعدات مختلفه، مساعدات تستهدف بالاساس القرى الأكثر احتياجا. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.